يا رب الخلاص، يا رب الخلاص، يا اللي عتسرع لي خلاص شعب، ولا ترضى بذل العدا، ولا ترضى بذل العدا يدوم على الشعب. ارحم يا رب برحمتك، ارحم يا رب برحمتك، وخلص من العدا. أصل الحكاية، أصل الحكاية لراجل كان خايف ومرعوب من العد، متخبي يجي ليه ويكشف اللي بيعمله في الخفا، ومتخبي ظلم المديانيين وجع عليه وأهله وناس بلد، جدعون ابني وهاش. أيوة يا أحباب، خطايا بني إسرائيل مع ربنا خلتوا كيف راح وصى عليهم المديانين اللي راحوا كانوا كيف معايشينهم في خوف ورعب، وكانوا تملع يسلبوا وينهبوا كل محاصيل زراعاتهم، وده اللي خلى جدعون في خوفه ورعبه متخبي، راح يخبط في شوية سنابل قمح في المعصرة اللي في بيتهم لاجل ما يطلع منهم شوية طحين. في الوقت ده يجي ليه ملاك الرب ويقول له الرب معاك أيها المحارب الجبار. عجيبه لهدل وقت
جدعون ربنا يعني ما لقيتش غير انا عشان انقذ بني اسرائيل، ده انا ولا شيء وعيلتي اقل واصغر عيله في القبيله كلها. قال له ربنا يا جدعون انا راح اكون معاك، شايف يا جدعون المديانيين دول، انا راح اخليك تقضي عليهم كيف ما تقضي على راجل واحد. فالتفت إليه الله وقال اذهب بقوتك هذه وانقذ بني إسرائيل من سيطرة مديان، وها أنا أرسلك. فقال له جدعون عفوا يا رب، لكن كيف لي أن أنقذ إسرائيل؟ فها عشيرتي هي الأضعف في قبيلة منسة، وأنا الأقل أهمية في عائلتي. فقال له الله لكني سأكون معك وستهزمهم كما لو أنهم رجل واحد. طوالي يا احباب، وامر الرب راح ينفذ، وفي نص الليل والضلمه هدم البعل والمسبح، ولما الصبح صبح ونور الفجر بان، اهل بلده شافوا المسبح مهدوم على الارض تمام، سالوا وعرفوا الحقيقه، جدعون وراها يا ناس، هو اللي هدم المسبح والموت مصيره يا ناس. Thank you.
شاف جدعون كيف الأعداء كتير عليه راح يدخل وياها في حرب، راح ضرب بالبوق لأجل ما يجوا قبائل بني إسرائيل ويحاربوا وياه. لكن كيف دول خافوا وترعبوا، وكان من جدعون اللي راح وكلم ربنا تاني وقال له صح، إن كنت عايزني أنقذ إسرائيل على يدي اديني علامة. وكان من الرب اللي عطاله علامة وطلب تاني علامة، والرب عطاله علامة تاني. وقام جدعون من بدري وتجيشه كان كتير، وقصد منه المدياني عسكر وجيشه كتير، وقال الرب الجدعون وياك دول ناس كتير، والحرب مع المدياني ما لازمها ناس كتير، بعد إسرائيل يقفوا كده ويتبهيوا ويقولوا احنا بقوتنا أنقذنا إسرائيل. قم يا جدعون طوالي وسمحها لكل الناس اللي خايف يروح يهم الجبل جلعان، عددهم كتير. خدهم وانزل المية وهناك نغرب لهم، واللي ما يصلح للحرب على طول نروحوه. وقال الرب الجدعون خدهم وانزل المية، واللي هنختاره ليك هو اللي هيطلع للحرب معاه، واللي هرفضه راح يروح على بيته. قال له شوف يا جدعون اللي راح يلغ بلسانه كيف من المية كيف مع يلغ الكلب، اوقف الحاله، وكل اللي راح يركع ويغرف وياخد بيده ويشرب من المية ده خليه الحال. وكان اللي خد وغرف بيده وشربوا دول عددهم 300 راجل. وقال الرب الجدعون اهب دول 300 راح أنقذك وأخلصك من المديانيين. فنزل جدعون بالرجال إلى الماء، فقال الله لجدعون ضع جميع الذين يلعقون الماء بألسنتهم لعقا كما يلعق الكلب في جانب، وجميع الذين يركعون على ركبهم للشرب في الجانب الآخر. فكان عدد الذين غرفوا بأيديهم ولعقوا الماء 300 رجل، أما جميع الباقين فقد ركعوا ليشربوا. فقال الله لجدعون سأخلصكم 300 رجل الذين غرفوا بأيديهم، وسأنصركم على مديان، أما الباقون فليذهب كل واحد إلى بيته. وراح الرب ليلتها طول قال الجدعون اهجم
الصخر وانا راح اسلم ليك، وان كان الخوف ركبك خد غلامك معاك، تسمع كلامي يطمن ويشدد ويقويك، وراح جدعون تسحب عسكر المدياني، كيف جيوش كثيرة كيف الجرد الكثير، وسمع حديث وداير واحد ويا صحبه حلم حلم وعي كله ويحكيه لصحبه. وشاف يا حبابي اللي حلم الحلم في منامه كيف رغيف شعير عيدحرج ناحية خيمة مديان سقطت لما ضربها، وتفسير الحلم لصاحبه ما فيش غير سيف جدعون وبيه نصر الرب شعبه والموت الناس مديان، وحال ما سمع جدعون حلم الصاحب وتفسيره قام راح يسجد طوالي ليه ويشكر ربه على التجديد، وراح جدعون لمخيم إسرائيل وقال لهم قوموا ده الرب نصركم ودحر المديانين. ايوه يا احباب، راح قام جدعون وقسم ال 300 راجل اللي هيحاربوا وياه قسمهم لثلاث فرق، وعطى كل واحد فيهم بوق وجرد فخار فاضيه وجواها فتيله نار، وقال لهم طلوا لي واعملوا زي ما انا اعمل، لما انفخ في البوق انتوا تنفخوا وتقولوا للرب والجدعون. الحرب دي طلع حربان، ما الرب حاضر فيها وفعله في العدو يبان. شفتوا يا احباب ربنا يستخدم جدعون اللي كان خايف ومستخبي ويعمل منه محارب وقائد، وب 300 راجل، ايوه ب 300 راجل يقودوا لهزيمه المديانين. وده لاجل ما تعرف يا اخوي ان مش بالقوه ولا العدد عتكون النصره، له النصرة في طاعة الرب والتسليم ليه، وده اللي عمله جدعون. أخوي صح أنت مطيع لصوت الرب، صح أنت عتسلم ليه التسليم الكامل.
العافية. علامات